حضراتكم من جديد. يعني لو انا اتكلمت عليه انا مش هيكفيني فيه اسبوع شهر ان انا اتكلم عليه على شخصيته وعلى عظمته وعلى كل حاجه بصراحه انا اتعلمتها منه، تحديدا كمان الجمهور شاف منه واقنعه زي ما قلت في البدايه فعلا اسطوره. يا رب يا رب تتعوض. مش عايز اقول لكم كم الرسائل اللي جالي انا شخصيا، جالي على صفحتي، جالي على صفحه القناه، جه عندنا كم الفيديوهات اللي احنا عملناها، كم الرسائل وكم الناس اللي عايزه تشارك، كم اللعيبه اللي عايزه تدخل، كم المدربين اللي عايزين يشاركوا في هذا اللقاء. حاجه بصراحه تحسسك ان انت فعلا معاك حد فعلا اسطوره، اسطوره اقنع الجميع بشخصيته بموهبته في التدريب، حب هايل، حب جامح من كل الجماهير الاهلاويه. قبل ما ارحب بيه وقبل ما نعرض بطولاته وانجازاته وكل حاجه، يلا احمد يا جمال. Sangrando.